اهلا بيكم في الدرس الثاني من كورس الرسم على القماش المكثف جدا اللي هيخليكم تبداوا ترسموا على القماش كمحترفين. ان شاء الله لو تابعتوا الفيديوهات هتوصلوا للمرحله دي وهترسموا على هدومكم، وكمان ممكن تعملوا مشروع بكل ثقه ونجاح. النهارده هتكلم على الادوات والحاجات اللازمه علشان تقدروا تبداوا الرسم على القماش. في الفيديو اللي فات كانت مجرد مقدمه وقلت لكم مين يقدر يرسم على القماش ومين لا يفضل ان هو يبدا في الموضوع، فلو ما شفتوش الفيديو اللي فات انصحكم ان انتوا تروحوا تشوفوه الاول وبعدين تيجوا تشوفوا الادوات اللي انتوا هتستخدموها للرسم على القماش. الادوات العاديه جدا للرسم اللي موجوده عند اي رسام، الفرش، الالوان، والحاجه اللي انتوا هترسموا عليها. الحاجة اللي انتوا هترسموا عليها هخليها للآخر، الألوان برضو هخليها للآخر، والفرش هي الفرش العادية خالص. تعالوا أما أوريكم الفرش اللي أنا بستخدمها. طبعا ما تتصدموش من منظر الفرش، فرشي متهلكة حرفيا أنا مبهدلاها، فأنا هوريكم الفرش عادي خالص. أدي الفرش، شايفين دي فرشة، عارفة أوريها لكم إزاي. الفرش الكبيرة العادية خالص اللي انتوا شايفينها دي كده، والفرش بتبقى شكلها كده. بصوا، يا رب تكونوا شايفينها عامل زي بتوع الميك اب اللي هما بيقعدوا يعملوا كده. تمام، فرش دي زيها بس سميكة شوية. كل الحاجات دي انتوا شفتوها قبل كده في فيديوهات مشتريات على فكرة، المركز بس هو اللي هيعرف. بصوا شايفين الفرشه دي شكلها عامل ازاي، يعني من الاخر فرش متنوعه، رفيع وتخين ومبطط وكل الفرش المتنوعه اللي انتم متخيلين. فرش الالوان الاكريليك بتبقى ناعمه، مش فرش خشنه زي فرش الالوان الزيت. الالوان الزيت مش بينفع فيها قوي الفرش الناعمه، الالوان الاكريليك بينفع فيها الفرش الناعمه، الالوان الزيت بينفع فيها الفرش الخشنه. فالفرش الناعمه هي اللي هتنفعنا. بالنسبه للفرش الخشنه ممكن لو انتوا هتعملوا مثلا تكتشر معين او ملمس معين او حاجه معينه عايزين توضحوا فيها قد تحتاجوا اليها، بس في العموم هي فرشنا الناعمه الصغننه حجمها نوعا ما هي دي اللي بتنفع في الوان القماش. حاجه كمان مهمه وهي الباليتات، الباليتة اللي هي السطح اللي انا بمزج عليه الالوان او بحط عليه الالوان. تعالوا اوريكم باليتتي دي الباليتة. بصوا الالوان الاكريليك لما بتنشف بتبقى، بصوا يعني ممكن تقشروها كده شايفين، بس مش اي باليتة بيحصل معاها كده، في باليتات بتبقى النوعيه بتاعتها بتلزق، مش كل الباليتات النوعيه دي. فالباليتة دي شايفين، ممكن بصوا بقى هقول لكم حاجه برضو، مش كل الالوان، يعني في الوان ممكن تتقشر وفي الوان لو الطبقه خفيفه مش هتتقشر. تمام، ف في باليتات بتبقى انواعها كويسه زي اللي انتوا شفتوها دي، وانا اوريكم ازاي انضف الباليتة سواء كان نوعها كويس او مش كويس. في فيديو قبل كده هتلاقوه في الديسكريبشن بوكس، استخدمت منظف لقيته بيطلع الالوان. على فكره متعه رهيبه جدا تقشير الالوان دي، متعه متعه. فدي كانت الباليتة اللي انا بستخدمها، عندي باليتات تانية كتير بس دي من المفضلات بتاعتي لان فيها مساحات واسعه ومساحات صغيره لو عايزه امسك كميه قليله من اللون او عايزه امسك كميه كبيره فهي بتشتغل معايا. اخر حاجه وهي في الادوات يعني وهي التيشيرتات. خلاص يعني معانا الواننا، معانا الباليتة، معانا الفرش، مش ناقصنا غير التيشيرتات او الجاكيت الجينز اللي هرسم عليه او البنطلون او اي حاجه انتوا هترسموا عليها. حرفيا كل حاجه تنفع، كل حاجه تنفع ما عدا ممكن نقول الصوف ما ينفعش شويه هيغلبنا ومش هيبقى شكله حلو. اعتقد الموضوع بيرجع لذوقكم برضو شويه، في ناس بتعرف بتقولي دايما ينفع نستخدم الالوان على الصوف، متهيألي مش هتبقى شكلها حلو اعتقد، يعني انا مجربتش. ينفع استخدمها على السجاد برضو نفس الكلام، مش هيبقى شكلها واو يعني.
اما بالنسبه للبس العادي واللبس القطني فانت تجيبه من محلات القطنيات، عارفين المحلات اللي هي بتاع بواقي التصدير، المحلات دي بيبقى فيها تيشرتات حلوه جدا، بس الموضوع بيخضع للصدفه، يعني في محل تلاقوا فيه وتجيبه وبعدين ترجعوا تشتروا ما تلاقوش، ف ومحل ممكن ما يكونش فيه المره دي، المره اللي تروحوا تاني تلاقوا فيه. غير كده كمان خلوا بالكم المحلات بتاع القطنيات بتاع بواقي التصدير دي ممكن تكون فيها عيوب، فخلوا بالكم من الموضوع ده كويس جدا وتشوفوها كويس قبل ما تشتروها. بالنسبة للبراندات اللي بيبقى عندها، في براندات بيبقى عندها التيشيرتات اللي هي البيزك معروفة في كل البراندات، بس طبعا سعرها هيبقى اعلى، حاجة بسيطة يعني. التيشيرتات حقيقي هي مشكلة ان انتوا لو عاملين مشروع تجيبوها منين؟ انا عارفة ان دي مشكلة. بتوع الطباعة برضو بيبقوا اللي هم عندهم طباعوا على التيشيرتات اللي هي بتاع تيشيرتات التخرج، عارفين حفلات التخرج والحاجات دي بيبقوا عندهم تيشيرتات هم اصلا بيبقوا شاريينها بالجملة وبيطبعوا عليها، فممكن تلاقوا حد يجيب لكم، بس برضو بيشترط عليكم ان انتوا تاخدوا كمية معينة. فالسؤال بتاع بتجيبي التيشيرتات منين، اتمنى ان هو يكون الاجابة اللي انا قلتها دي وافية ليكم، وبعتذر ان انا فعلا مفيش مكان محدد بجيب منه، انا بجيب من اي مكان زي ما قلت لكم كده بالظبط. كده بالنسبة للأدوات اللي انتم محتاجينها، كده الأدوات ما خلصتش، خلوا بالكم لسه في هيبقى فيديو طويل جدا عن الألوان. الألوان عايزة استفاضة جامدة جدا، مش هينفع ان انا اتكلم عليها بسرعة كده، تقريبا كده يعني الفيديو ده هيأخر فيديو فيه كلام، الفيديوهات الجاية هيبقى عملي اكتر، هوريكم بقى هناخد فيديو الألوان وبعد كده نبدأ نتكلم في ازاي ننزل الرسمة بقى على تيشيرت. هنجيب تيشيرت مع بعض وهنجيب رسمة وهقول لكم ازاي تختاروا الرسمة وتجيبوها منين، ازاي لو انتوا حابين ان انتوا تعملوا فكرة اصيلة من دماغكم فيها تصميم من دماغكم ازاي تعملوه من غير ما تنقلوا من حد، ولو انتوا ما عندكوش افكار تعرفوا تجيبوا تستوحوا افكار منين، مش هعلمكم ازاي تشفوا او تقلدوا ابدا، لازم تكون عندكم افكاركم الخاصة بيكم. طبعا كلنا لما بدأنا شفينا وقلدنا، بس انا بقول لكم ان ده غلط، اللي علمنا نشف او ان نقلد ده كان بيظلمنا جامد جدا، رغم ان الحاجات دي بتدرس ازاي ان انت تشف وازاي ان انت تنقل تصميم، ودي حاجة سيئة جدا ما انصحكوش ان انتوا تبدأوا بيها لو عايزين تبدأوا صح. اتمنى يكون الفيديو عجبكم ويكون مفيد وما يكونش يعني رغي وكلام على الفاضي، قولولي اسئلتكم بسرعة قبل ما اخلص كورس الرسم على القماش عشان ما نرجعش نتكلم في الحاجات الاساسيات دي تاني ونشتغل على طول. فعلوا الجرس عشان تشوفوا الفيديو اللي جاي ما يفوتكوش اي درس من الكورس ده، واقول لكم دلوقتي باي باي.